بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا ونبينا سيدنا محمد، ألف صلاة وألف سلام عليه. أخواتي المواطنات، إخواني المواطنين، كما عشنا اليوم نفحات يوم عرفة الأغر، نستقبل غدا إن شاء الله عيد الأضحى المبارك لنحيي سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ونجعل منها مناسبة للتسامح والتغافر. أتوجه بهذه المناسبة بتهاني لكل الجزائريين والجزائريات داخل الوطن، ولجاليتنا في المهجر، ولحجاجنا الميامين في البقاع المقدسة، متمنين لهم قضاء هذه الشعيرة في أحسن الأحوال. كما أهني بهذه المناسبة الأمة العربية والإسلامية قاطبة، وخصوصا أشقاءنا في فلسطين المحتلة والجريحة، سائلا الله عز وجل أن يرفع عنهم الظلم، وأن يشفي مصابين، وأن يرحم شهداء فلسطين. عيدكم سعيد، كل عام وأنتم بخير. تحيا الجزائر شامخة، سيدة أبية، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.